يا هلا ويا مسألة. الناس تعلق تقول ليش ما تتكلم عن موضوع الزواج من الخارج وغيره. نحن تحت أمر ولي الأمر، صدر المرسوم وإحنا كنا في أمر هو. أنا وجهة نظري تسألني، هذا هو ليس إجبار، هذا اختيار. أنت تختار تتزوج من عمان أو من خارج، خلاص الشوري أنا ونظري كل البنات زينات في عمان وخارج عمان، ولكن بنت بلادك أفضل لك، ثوبك تعرف عاداته تقاليده ثقافته مجتمعك، بناتنا ما فيهن شيء ما فيهن قصور، وبنات الخالنا ما فيهن قصور. احنا عندنا مثل يقول المربيات في كل وادي، يعني كل مكان فيه الزين وفيه الشين. لكن تسألني أنا ثقافتي وعاداتي وتقاليد وبنت بلادي أشوفها ربما أفضل عشان تفهمني وأفهمها وأعرف عاداتنا. اللي يبغى من خارج براحته، لكن الأهم يا جماعة الخير الآن تخفيض المهور، يسروا على الناس حتى نكون مكبتنا منه وفينا مثل ما يقولون. الله يحفظكم وكلنا أتكيت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.